البيئة هون من أجمل الأبنية اللي وجدت ببيروت هالساحة، لأنه الأبنية كلها أموجين ومتناسقة بالعلو، كلها متناسقة مع الجنينة، وعيدت بأحلى من الجمال اللي كانت علي، لأنه نحن ما عرفناها كتير جميلة لأنه كانت عتقت، عدونا إياها تقريبا مثل ما كانت وأجمل. أنا مثلا كنت أطلع على البناية اللي بالوج كتير حالتها بالويل، كان هالشي يزعجني، لأنه أنا بنايتي ما بشوفها، أنا بشوف اللي حوالي. شوف هلا عم بيسووا المي وسووا الكهرباء والسطح كله سوا، دعين يسووا، كتر خيركم والله العظيم، إنه بكفي هالشباب اللي عند من دفعة تشتغل بالليل وبالنهار. بتريح النفسية وقت ما بتشوف شي حلو قدامك، غير ما يشوف شي مهبط ومخزق ومكسر قدامه. يعني بعد الانفجار كان منظر بيلوي القلب، بس تحسين الاشياء هيدي بتساعد بالمعنويات، يعني خطوة إيجابية ماكسيموم هاي.